كيف نشأ النحو العربي وأي منافع قدمها للسان العرب والناطقين به؟ في أي سياق حضاري وتاريخي يمكن وضع دعوات اليوم إلى تطوير النحو العربي؟ ما حدود التغيير الممكن في النحو؟ وماذا عن الثمار المرتجات لأي تغيير؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ماذا وراء الدعوة لتطوير النحو العربي؟